قدم السنة اللي فاتت الفنان خالد سليم أكتر من عمل درامي، منهم مسلسل حكاية حياة ومسلسل موجة حرة، والحقيقة إن العملين حققوا نجاح كبير. والسنة دي هنشوف الفنان خالد سليم من خلال أكتر من عمل درامي. العمل الأول جبل الحلال أمام الساحر محمود عبد العزيز، وبيقدم خالد من خلال المسلسل دور مطرب مشهور. أما العمل الثاني اللي بيشارك فيه بعنوان سيرة الحب، وبيقوم ببطولته أمام اللبنانية الجميلة سيرين عبد النور ومكسيم خليل. والمسلسل من نوعية المسلسلات الطويلة وعبارة عن 3 أجزاء. يا ترى إيه الجديد والمختلف اللي هيقدمه الفنان خالد سليم؟ ده اللي هنعرفه في تقريرنا اللي جاي. الالبوم خلاص فاضل لي اغنيه واحده بس، ان شاء الله يتم مكساجها وان شاء الله ينزل الالبوم في اقرب وقت، وفي الغالب هيكون في العيد باذن الله. في سيرة حب مع سيرين عبد النور ومكسيم خليل واستاذ سامي العدل وسارة محمد علي واخراج الاستاذ مندو العدل. في عندي مسلسل ابو هيبه في جبل الحلال مع الاستاذ الكبير محمود عبد العزيز. وفي عندي يعني برضو دلع البنات مع كندا علوش ومي عز الدين اخراج شيرين عادل، فربنا يكرم ان شاء الله.